السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنتحدث عن القسم الثاني أو الجزء الثاني من المحاضرة الأولى. بداية نبدأ بالدمج والتوسيط والتفاف النص. وصلنا إلى الدمج والتوسيط لنقوم بدمج وتوسيط الخلايا. طبعا لو كنا قد حددنا جدول ووضعنا له الحدود وأردنا أن ندمج هذه الخلايا مع بعضها البعض لتصبح خلية واحدة، طبعا لا يمكننا أن ندمج بعض الكتابة داخل الخلايا، يعني مثلا نكتب هنا 1 2 3 4، فلو حاولت أن أدمج سيعطيني مشكلة، سيقوم بخلط الخلايا مع بعضها وسيتم حذف بعض القيم. لذلك يجب أن تكون بالبداية الخلايا فارغة أو فقط أول خلية أو آخر خلية ممتلئة. أحدد الخلايا دمج وتوسيط فتصبح خلية واحدة ويصبح الكلام في وسط الخلية. أما بالنسبة لالتفاف النص، لو كتبنا هنا مثلا نجدها كثيرا في الجلاءات، نجح إلى الصف، فأجد أن الخلية هذه قد غطت على الخلية التالية التي تليها، وهنا تحدث مشكلة فلا يمكنني الكتابة في الخلية التي تليها. ماذا أفعل؟ أقوم بالضغط أو بالنقر بأي مكان ثم أعود وأنقر على الخلية وأضغط على التفاف النص، فيقوم بتجميع النص بالكامل داخل الخلية ذاتها. إذن التفاف النص لكي يقوم بتجميع النص كاملا داخل الخلية دون أن يؤثر على الخلية التي تليها. لو أردنا أن نضع نجح إلى الصف في بجانب بعضها البعض، فمن هنا لدينا ما يسمى بتوسيع العمود. من هنا يظهر لدينا زائد أسود، نقرتان أو نقرة وسحب، فنجد أن الكلام أصبح بجانب بعضه. هذا يسمى توسيع العمود. طبعا يوجد لدينا توسيع عمود يدوي، وأيضا يمكننا أن نضغط بكليك يمين أو زر اليمين، نضغط على عرض العمود ونقوم بكتابة العرض كما نريد، مثلا 60 موافق، فيأخذ عرض العمود 60. طبعا الكلام ذاته يمكننا أن نطبقه على الصف، مثلا هنا إلى الأسفل. طبعا العمود نبدأ ببعد الحرف، أما السطر أسفل الرقم، نقرأ وسحب على خط السطر. هنا طبعا نقوم بتوسيع الصف. أما إذا أردنا هنا يدوي، يوجد لدينا أيضا تلقائي أو عن طريق ارتفاع الصف، مثلا 60، فأخذ الحجم أو ارتفاع الصف 60. لو أردت أن أحرك هذا الصف الذي يحتوي على نجح إلى الصف، فأولا الخطوة الأولى أحدد الصف أو السطر، ومن ثم أضع المؤشر على حدود الصف، فيظهر لدي أسهم سوداء في 4 اتجاهات. نقرة واحدة وأضغط وأحرك إلى الأعلى أو إلى الأسفل، فأجد أن الصف تم نقله من مكان إلى آخر. ارتفاع الصف، أو إذا أردنا أن نقوم بحذف الصف، نضغط بزر اليمين ونضغط على حذف. نفس الأمر بالنسبة إلى إدراج، إذا أردت أن أدرج صف باليمين إدراج، الأمر ذاته بالنسبة للعمود إدراج أو بزر اليمين حذف. أيضا لدينا نسخ وقص ولصق ومسح محتويات الصف والعمود كما طبقنا على الخلية تماما. مثلا قمت بتحديد هذا الصف أو السطر وقمت بنسخه، ذهبت إلى مكان آخر وضغط على Ctrl V، إذن قام بنسخ الصف. نفس الأمر بالنسبة للعمود، Ctrl C، وأذهب إلى أي مكان Ctrl V، فقام بلصق العمود. نفس الأمر بالنسبة للقص ومسح المحتويات. الخطوة التالية
ماذا لو أردت أن أقوم بإخفاء عمود معين؟ مثلا أريد إخفاء هذا العمود لكي لا يراه أحد، فأضغط بزر اليمين وأضغط على إخفاء. لو أردت إعادة إظهار هذا العمود، فأحدد الخلية التي أو عفوا العمود الذي قبله والعمود الذي بعده، وبزر اليمين إظهار. طيب ماذا لو كان العمود في البداية؟ مثلا هنا أي يمين إخفاء، كيف أظهر العمود؟ فمن هنا أحدد كامل المصنف بزر اليسار، ومن ثم أضغط على أي عمود وأضغط على إظهار، فيقوم بإظهار العمود الأول. نفس الأمر بالنسبة إلى الصف، فرضا أخفيت 7، أحدد القبل والبعد يمين إظهار. وأيضا لو أخفيت الصف الأول، أحدد كامل المصنف بزر اليسار، أذهب إلى أي صف أو سطر وأضغط على إظهار، فيقوم بإظهار الصف أو السطر. طبعا نفس الأمر لو قمت بإخفاء عدة أعمدة، أطبق نفس الأمر السابق واللاحق، إظهار عفوا إظهار. أيضا بالنسبة للصفوف نفس الأمر، أحدد السابق واللاحق، زر اليمين إظهار. لو أردت أن ألون صف بأكمله، أضغط على السطر كاملا، ومن هنا مدلو ألون السطر. نفس الأمر بالنسبة للعمود، ألون السطر أو العمود الذي أريد. لو كان لدي هذا الجدول فيه اسم أسماء الطلاب والمواد ولديهم علامات، لو أردت أن ألون بشكل سريع الطلاب الحائزون على علامة 10 بشكل سريع، فأحدد الجدول أو ربما أحدد فقط القيم، وأذهب إلى التنسيق الشرطي من التبويب أو من تبويب الشريط الرئيسي في قسم أنماط. التنسيق الشرطي قواعد تمييز الخلايا يساوي، مثلا الطالب الذي علامته 10 لونها فرضا بالأخضر مع نص أخضر داكن، موافق؟ فمباشرة يبحث عن علامة 10 ويقوم بتلوينها. أيضا يمكنني أن أختار مثلا من علامته 7، يمكننا أن أختار أحد هذه التنسيقات أو أضغط على تنسيق مخصص، فمن الخط أختار لون الخط، ومن التعبئة أختار لون الخلية، موافق؟ موافق. قام بتعديل الخلايا حسب اللون الذي وضعته أنا أو حسب التنسيق المخصص الذي اخترته أنا. طبعا يمكننا استخدام التنسيق الشرطي على القيم والأسماء، يعني ليس فقط الأرقام، أيضا القيم من ناحية الاسم أو أيا كان.